تنظم لجنة رياضة المرأة القطرية بالتعاون مع أكاديمية قطر مشارب وقطر الخيرية مباريات كرة قدم ودية ريعها خيري، وأيضا معرض خيري مصاحب، عدد من المشاريع وكذلك مطاعم ومقاهي، ريع المعرض بالكامل لغزة ولبنان. احنا جدا سعداء بتواجد عدد كبير من الأهالي وكذلك وجود سعادة السفير الفلسطيني. نحب أنه يشوف بعينه أهمية القضية الفلسطينية في عيونه وفي عيون أبنائنا. نحب أن احنا نغير الوعي ونغير التوجه، الإعلام شلون قاعد يوجه ويغير في الحقائق. مبادرة جميلة طبعا، جمعية خيرية لصالح غزة وفلسطين، وطبعا مبادرة من لجنة رياضة المرأة. هذه المبادرة أنا أشوفها جدا فعالة وفي اللحظة هذه مفيدة، وأتمنى تكون مبادرات أكثر، خاصة إحنا لما نكون رياضيين تكون في الملاعب أمام الجماهير. الآن نشاهد مباريات كثيرة ونشاهد جماهير كبيرة، فريق فاز فريق خسر، ويتكلمون عن الأحداث وينسون القضية الأولى للمسلمين والقضية الأولى لكل من لها مبدأ في هذه الحياة. مشاركة في هاي الإيفنت عشان أساعد أخواننا في فلسطين ولبنان. أنا وايد استأنست مني أو بسوي أي شيء عشان أساعد فلسطين ولبنان. عبارة عن مأكولات فلسطينية تحيي التراث الفلسطيني، وهي إن شاء الله دعم ريعها دعم لغزة ولبنان. مش طالع بإيدنا نعمل إشي، فمجرد إنه نشارك بهيك مشاركة نحن هنا يعني إن شاء الله، والقضية حاضرة.